الرصاص راهو للإرهاب ليس للمواطن. ماذا بن قردان راهي غاضبة على الإجراءات الأمنية القمعية وعلى الرصاص العشوائي اللي كسر في جماجم أبنائنا. عمرها كانت نوايا تاعنا باش تضرب ولا نقتل الناس، يستحيل. بن قردان هي ضحية وخذ شارك في القضية. حرس يا شباب بن قردان لا تهان، حرس يا شباب بن قردان لا تهان. 10 أيام ما تزول. وصلوا الطوب قدام ولا قتل، وصلوا الطوب. رفعوا ايديكم على جماجم ابناء بن قردان. الشباني قال لك انا عشت في عهد فرنسا، قال لك نسوي لنا واحد يصرحوا معهم عمره كلموه معنا 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 الجندي اللي بيحمي الوطن هو اللي يتعدى عليه. كلام هذا اوصي شعب اشبعنا صي اخر لحظه كاس باب. اليوم مسيرة اليوم في بن قردان اليوم احتجاجية، وقفة احتجاجية سلمية معناها، وبعد اللي كملنا بمسيرة جبنا بها شوارع بن قردان وكانت الأعداد محترمة جدا، والمسيرة هذه ندعو لها أهالي الضحايا اللي سقطوا جراء معناها التتبعات الأمنية هذه اللي صارت والتشديد والإفراط في استعمال السلاح والرصاص الحي. بالنسبة للفقيد اليوم راهو مش كما تدعي بعض الوسائل الإعلام كونه مهرب، لا ليس مهرب، كان معنا في طريق الإبل متاعه وقع على إطلاق رصاص عليه. السيارة فارغة وقت اللي مات معناها ما فيها حتى شيء. نتسائلوا علاش معناها استعمال مفرط السلاح، وصلنا 25 واحد أكبرهم سنا مات والسيارة بها معناها فيها الروز، ومعناها وآخرهم سيارته فارغة وفلاح. طالب بإقالتهم، هذوما قتلة، هذوما يقتلوا في أولادنا، هذوما شردوا عائلاتنا. بن قردان حرة حرة، رئيس المنطقة على برا. بن قردان حرة حرة، رئيس المنطقة على برا. أبنائكم الذين أرجعوا معدات الجيش الوطني التي سرقها الثوار، رجعوها الكنادرية متاع بن قردان. أبنائكم الذين أرجعوا أعوان الأمن اللي هزوهم المريسة، رجعوهم كنادرية بن قردان. اليوم كنادرية بن قردان أصبح ينعت إليهم بالإصبع في منابر، في المنابر المأجورة، في المنابر التي اشتراها رؤساء الأموال. يا شعبي فيك فيك وشماوي تهد فيك. ما عندنا حتى بن قرداني ذكرى على لائحة الإرهاب في تونس، ولا له علاقة بكتيبة عقبة بن نافع ولا بكتيبة أبو مريم. هذه كلها إشاعات مغرضة لحق بن قردان وفي حق أبناء بن قردان وفي حق التجارة الموازية ببن قردان. هذا قدرنا الجغرافي أن تكون مدينة بن قردان مدينة توجد فيها التجارة الموازية، لأنها مدينة قدرها الجغرافي وضعها على الحدود الليبية. صحيح نخدمه في التهريب، وصحيح معناه التهريب هو عايشين منه وعشنا منه. أباتنا قبل كانوا يخدموا في المرمى في ليبيا، وبنونا ديار من خدمة ليبيا، ما عطتنا تونس حتى شيء. وهذاك علاش التو ما دام ما ثماش تنمية حقيقية في هالبلاد، الناس هذو ما زالوا باش يقشقشوا ويخدموا، فهمتني؟ ولا هاك تشوف نخلصوا في الفتورة متاع الأرواح البشرية، نخلصوا في فتورة الجغرافيا، فهمتني؟ ولا معنا حاكم علينا الجغرافيا أن جايين على المنطقة حدودية. شنو نجيبه؟ ريحة حشيشة، ريحة دخان، شنو؟ باش بدون ليسانس، شنو الحكاية هذه؟ راه شنو التهريب؟ تهريب سهل التهريب. أنا في الشعبي يا ولد عمي، وكان القناص اللي يقتل فينا هنا كان يهزوه يمشي للشعبي. تجي تقعد لتحرم منها صغيرتها، هذا ما هيش عدالة. تجي تمشي تو نسمع في السمانة هذه المستير معناها بعثينا لها مشاريع الله أعلم قداش قيمتها، وهنا هم بعثينا لنا صناديق رش يقتلوا بهم في الناس. وحاكمة فينا الجغرافيا، لأن حتى اللي طايحين عليه الشيكات في القصرين يروح لبن قردان، لأن حتى السياسيين اللي يحكموا تو اللي شادين الحكم تو راهم هربوا من بن قردان. وقت اللي يجيبونا سوريين ويجيبونا سوريين من غادي من قفصة من حدود الجزائر بالستمية بالسبعمية باسبوراتهم ويتعدوا معناها على الأمن من قفصة لبن قردان ويستقروا في بن قردان للهجرة السرية عبر معناها بن قردان ولا زوارة ولا ليبيا ويتعدوا ليبيا، هم أكثرهم كلهم معناها الهجرة السرية تصير من ليبيا. المشكلة معناها أن بن قردان عاملينها مسرح، معناها مسرح نعتبره مسرح للجريمة. حاجة وذريته وبنويته وناس عندنا معناها على الأقل عادات وتقاليد أن الناس تحترم بعضها، ناس معناها كلام سفاه وناس معناها بعنف كبير، وناس سرقوا لها معناها سرقوا ولده هذا يقول عنده يجي 3 ملايين مثلا في الدار زرفوهم، واحد تليفونه
وذهب زاد ما يلقوش وناس شكون الراعي للمشروع هذا؟ فهمت لي ولا راه كل واحد خلى ثلاثة أربعة صغيرات. بالنسبة للي مات وصلنا 25 واحد وكثرت الحكاية، كبرت الحكاية كبرت بالرسمي، وهذا حتى الإرهابيين ما وصلوش 25. لذا اللي يجري على لقمة العيش الإرهاب والتهريب موجود في حل كرواد وصفاقس ورادس. نحبوهم كيف يصوروا كربة محملة بالزرابي، نحبوهم يصورونا ولا كارم مخارجة من بقردان ومحملة بالزرابي، نحبوهم يصورونا البواخر اللي في حل كرواد والبواخر الموجودة في صفاقس. هذا الكلام بالحق معناه اللي لازم يتقال، أن الناس اللي قتلوا الناس هذوما لازم يتقال شكون هذوما، مثلا على الأقل يتقدمهم المحاكمة يتقدمهم للمجتمع المدني تنتفاهموا معهم احنا من الأخر. وهذا كلام بالحق معناه صريح، وهذا من أهل بقردان، هذا مطلب شرعي لازم يتقال. ما يودي فلوس هزوه من تحت راسه الرجل، قلت له فلوس هز تحت راسه، معناه هذا يا وهنا رجيلي لنا خلاص، معناه مش لعب، معناه من الجمعة اللي فاتت دهموا في داره، معناه ما مرعنا لو الناس، معناه الناس قربعوه، مثلا حتى التليفون ولد صغير معناه بحذا راسه زي هزوه، معناه وكلام سفاهة وعنف واحد وكذا، لأن الناس هيك بل الواحد احنا في عاد استعمار وبرا منطقة عسكرية عازلة، خلصونا سيدي معاش نمشو نقدم أرواح والله العظيم من الأخر. حاسس بيه إنسان يفقد واحد من المدين يا قتلين دارونا العاول اللي قتل وانيس بعاف اللي قتل دارونا ثلاث شهور سرسة حق شكون تقول شكون تشكي الناس، معناها مشينا نشكو للرئيس المنطقه قال لك لا ثم تتبعات مره اخرى مع شيخ يسرقوك يا اخي، انت تبعت ناس بالسرقه كيكا ال 25 واحد اللي ماتوا هذا اليوم تفكرتهم الناس الكل في المسيره هذه، وكل معناها اللي عنده معناها ضحيه معناها راهو جاب تصويرته اليوم وحس كأنه مات من جديد، تعاود مات اليوم بالفعل وقت اللي يبدا ميت من دولتنا، ميت من امننا وبالكرتوش الحي. يا شري هذه بهالي يسهل حاجه يا نجم قدموا هذا في التلميذ، هو يقتلون الناس كلهم نرتاح.